تسمحي لي فوت امي؟ طبعا يا روحي. صباح الخير. شو كأنك اشتقتي لمجوهراتك؟ اي هالخزنة ابدا ما انفتحت من وقت اللي رحتي. بجوز بابا كان لسه عنده امل انك ترجعي. ورجعت؟ كنت احب هاي القطعة اكثر شيء. ليش ما اخذتي مجوهراتك وقت اللي رحتي؟ هلا انا وقت اللي رحت ما فكرت بشي تاني، كنت بس بدي افتح الباب وضل رايحة. هلا بعد ما رحتي ما رجعتي شفتي لبابا ما هيك؟ ما شفنا بعض حتى وقت اللي اتطلقنا، بعت له وكالة لأبوكي مشان الطلاق، كنا بس عم نحكي على التليفون. كان كتير مرات يتحجج بالشركة مشان يحاكيني. رايحة على الجامعة؟ بس لسه بكير، مو حضرتي بعد الظهر. امبارح فيروز كانت عنا على العشاء. بعرف. هلا قولي لي حبيبتي، بتعرفي ليش اخوكي حابب يتجوزها؟ لازم تسألي بدر. وانا مثلك مستغربة، لأنه ما في شي مشترك بيناتهم. نهى خانم فائت؟ هي بغرفتها وبانا خانم عندها. بدر مانو من الشباب اللي بتجوزوا بس مشان العادات والمجتمع. بعدين إذا قلنا هالحكي مزبوط، فيروز مانا أحسن منا. أنتي ما بتعرفي بدر شلون صاير، كمان شو ممكن يعمل مشان ياخد اللي بده إياه. أصلا هو صاير معقد كتير ودائما بحس بالدونية. بنا شو هالصفات اللي عم تحكيها على أخوكي؟ هو هيك. عم قلك بدر تغير كتير من بعد ما رحتي، حاسس كأنه أنت تركتيه لإله وهالشي خلاه يفقد ثقته بنفسه، حتى صاير يضايقني لإلي كتير. ما بعرف شو قصته. وعلى فكرة هو كمان عم يشكيلي منك. لا تقولي لي عم يتصل فيكي ويشتكي مني، شفتي شلون صاير؟ صدقيني ما عم يتصل قدك. طيب، للأسف علاقتي فيك المالة عم تتراجع، وهو كتير عم يتجاوز حدوده، وأنا شاكة كيف بابا ترك له الشركة، لأنه مستحيل يعمل هيك ويظلمني يا أمي. يعني مو مستغربة كيف بابا كتب كل الشركة باسم بدر؟ بس عطى موقع العقد. ما بعرف يا أمي شو عمل لحتى أقنعه يعمل هيك. بلكي فكر إنه هالشي رح يكون أحسن إلكم، يعني خاصة إنه أنتي صايرة حساسة شوي بهالفترة، ولأنه صايرة ما عم تتصرفي بانسجام مع كل موضوع. هالحكي مزبوط، بلكي حب يعطيه فرصة لأخوكي ويخليه يثبت نفسه، لأنه أنتي بآخر فترة ما كنتي على طبيعتك. يعني أنا هلأ صرت ما بسوى؟ أنا ما قلت هيك. ولا تنسي إنه عطا دايما كان مفضلك على بدر بكل شيء، وخلى بدر يحس بالنقص، مشان هيك أخوكي بذل مجهود أكبر ليثبت نفسه. بلكي هو طلب هالميزة من عطاء قبل ما يموت يا بنتي. برأيك عادي يوافق بابا على هالشي ومن دون ما يقلي، مو هيك؟ ما عم صدق هالشي بنوب. ومؤيد هيك عم يفكر كمان؟ لشو جاب سيرته هلأ؟ لأنه حاسة مؤيد هو اللي عم يوجهك. لا مو معقول، بدر عن جد عمل لك غسيل دماغ. يعني مؤيد ما حكى معك بهالموضوع ابدا؟ طبعا حكينا. شو فيها؟ عندي احساس انه عم يشوشك. لا، اصلا مؤيد ما بيحكي شيء الا وبيكون لمصلحتي. حتى ابي كان يحترم اراءه كثير وكان دائما يستفيد منه بالشغل. ما بعرف، بس انا عندي شكوك حول مين عم يستفيد من مين بهالحاله. ما عم صدق بدر شو عمل لك. انتوا عم تظلموني. لا، انا امك وبعتقد انه من حقي اقلق على مصلحتك يا بنتي.
حبيبتي ممكن تعزمي مؤيد يتعشى عنا اليوم؟ ليش؟ بدكن تقعدوا معه مشان تبهدلوه؟ أبدا، مؤيد بعينته واحد ذكي وحابة يتعرف عليه لو سمحتي. طيب خلص. وبدر بده يجي كمان. لكن أمي انسي الموضوع. ما بصير تتجاهلي أخوكي. ليكي إذا بدك يعني أرضى عليكي لازم تكون علاقتك منيحة مع أخوكي. حاولوا تكونوا متفقين مع بعض. هالشي ما نهام وبنوب. هو كتير بيحبك، لازم تحلوا مشاكلكم وأنا موجودة معكم، مفهوم؟ أنا يلي بقرر مين غلط ومين كلامه صح. ما بدي فيروز تكون حاضرة. ماشي، وأنا هيك عم قول. اليوم هالعشاء رح يكون مخصوص إلنا وبس. شكراً لك أمي، واثقة رح تحبي لي مؤيد. شوقتيني لشوف. اليوم في عندي جمعية خيرية ولازم روح حضر حالي. مؤيد؟ بانا عم تتصل. طالع ونسيان تليفونك بالحمام؟ مؤيد رد عليها. ألو؟ صباح الخير حبيبي، شو عم تساوي؟ قاعد عم ادرس. انت شو عم تعملي؟ بعد شوي رح روح على الجامعة. اوكي، ادرس قد ما فيك لأنه بالليل ما رح تفضى. ماما مصرة تعزمك على العشاء اليوم. نسيت الغسيل. شو المناسبة؟ حبيت إنها تشوفك. هو اختبار صغير وبيمر. الله يستر. يعني ما في داعي تتوتر. لا مو هيك، من شو بدي أتوتر؟ حبيبي خليك على طبيعتك. حاول تحكي لها عن كل مخططاتك وخليها تشوف قديشك طموح. يعني كأنه أنا اليوم معزوم على فرع أمن. مؤيد لا تتمسخر، هالموضوع مهم لإلنا وبدر رح يكون موجود. حبيبي بدي إياهم يعرفوا أنا ليش اخترتك. بانا أنا ماني مضطر أثبت أي شي لحدا. طبعا مانك مضطر. قلي أنت ليش مزعوج؟ ولا شي. لا تخبي علي. قلتلك ولا شي. إمتى أجي؟ تعال 7:30. ماشي، يلا بشوفك. باي حبيبي. باي. لوين بدك تروح اليوم المساء؟ لبيت بانا، عم تقول انه ما عزمتني على العشاء. معناتها ابني اكيد حابه تتعرف عليك. لو تعرف شو انبسطت لها. ان شاء الله تحبك اما لبانا قد ما كان يحبك ابوها واكثر. امي شو رايك تخليني ادرس؟ ماشي ماشي، الله يوفقك.